صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الثلاثة 26 إيلول سبتمبر 2017. مسار ومصير سلسلة الرتب والرواتب مجددا على طاولة البحث، وربما تحت الطاولة سوف يتم تطهير قانون أو تعليق العمل بقانون صدر وبات نافذا من مجلس النواب. كيف سيتم العمل دستوريا مع قرار المجلس الدستوري؟ هل المجلس الدستوري فعلا أقر وقف التمويل أو أنه دخل إلى المحظور وهي السلطة؟ وكيف تصرف سلطة الأمر الواقع تحديدا وهو مجلس النواب منذ 11 عاما؟ الكل يقرأ في ضرب أو تعليق القانون، قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، لكن البعض يقول هو الأساس في المادة الثانية من هذا قرار الطعن الذي أصدره المجلس الدستوري، والذي يتحدث عن كيف تصرف سلطة أمر الواقع أو مجلس النواب خلال 11 عاما، حتى أن صحيفة الأخبار وفي مقال للزميل محمد وهبي عنونت بأن قرار المجلس الدستوري هو الإبراء المستحيل. تفاصيل السلسلة وقراءة في الطعن مع ضيفنا النائب السابق صلاح حنين. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. هلا، شكرا. يعني اليوم نحن بحاجة إلى دستوريين فعلا بمجلس النواب. اليوم الكل عم بيقول مجلس النواب اللي ما فيه فعلا مشرعين دستوريين يقع بالأخطاء. هل هي خطأ أم خطيئة وقع فيها مجلس الدستوري، مجلس النواب، فجاء المجلس الدستوري ليصوب، أو أنه ما حدا عم يفهم فعلا شو اللي صار في سلطتين؟ البعض يقول أنه وإن كان في عنا حيادية واستقلالية قضاء، إلا أن الكل منعرف بعض بهذا البلد، وأنه المجلس الدستوري هو حصص سياسية عينت في منصب قضائي. كيف قدر يطعن بهذا القانون؟ والطعن فيه مثل ما بقوله مس بجوهر مجلس النواب. يعني لما المادة الثانية من قانون مجلس الدستور بتحكي كيف عم تصرف هالدولة، ما بحق إلا تجبي هالدولة، وهيدا قانون أو طعن كمان قدموه عدد من السياسيين، من ضمنهم حتى الوزير السابق شرب النحاس كان مقدم طعن قدام مجلس الدولة، إن الدولة ما بتجبي ما بحق إلا تكمل تصرف. كأنه المجلس الدستوري بهالمادة الثانية منه وقف عند هذا الموضوع. أيضا شو المخرج لسلسلة الرتب والرواتب اللي هي قانون نافذ؟ كيف العالم بدها تتصرف اليوم؟ البلد يعم بالإضرابات وبالاعتصامات، كيف بده يصير؟ أكيد رح نحكي معك كمان بالسياسة. حضرتك أيضا سياسة، في انتخابات طارت فرعية، في انتخابات مفروض مقبلة وقادمة بال 2018، وكيف يتم التصرف دبلوماسيا ودوليا من قبل رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات، مؤخرا وزارة الخارجية، وهذا الجدل اللي البعض عم بيقول قد يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة كمان، شو بحق وشو ما بحق للوزير؟ رح تكون عناويننا معك أستاذ صلاح، لكن اسمح لي بداية أن أنتقل إلى زميلتي ميشا جويش وموجز أهم الأخبار. صباح الخير. لليوم الثاني تلتزم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية بالإضراب المفتوح الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية، وقد توجه عدد من الموظفين للمشاركة في الاعتصام أمام السراي الحكومي في رياض الصلح، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية للبحث في قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب. نصب المياومون والجباة الخيام أمام مبنى شركة دباس عند جسر الفيات احتجاجا على عدم دفع رواتبهم عن شهر آب، وقد شارك رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في الاعتصام، وطالب عضو لجنة المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان لبنان مخول شركة دباس بدفع رواتب الموظفين عن شهر آب وأيلول ووقف هذه المهزلة التي تتكرر كل شهر. هيدي معضلة صار لها سنين وعم تتفاقم، كل ما مالها عم بتزيد. هيدي المعضلة بدها حل، والحل يكون بالتوظيف بكهرباء لبنان والبدء فورا بال 139 واحد اللي نجحوا بمجلس الخدمة المدنية واكمال المباريات. رح نطالب كمان الى جانب المياومين اللي حقه المطلق بالدخول لكهرباء لبنان، بلكي بنصير فينا ندفع فاتورة وحدة، لانه كل اللي انعمل ما قدرنا بعدنا على فاتورتين، بلكي فينا ندفع فاتورة مي وحدة، بلكي بتقومولنا هالزبالة بيروت تعيش بين جبلين من النفايات.
وبلكي بنعمل كمان بطاقة ممغنطة ب 300 مليون لأنه نحن بحاجة إلى فورا. المياومين اجري على اجرهم لأنه تعب وعرق جبين لا يقاس بشيء. أنا وياهم بفرض خندق، بدي أشوف شو بدو يعدوني المسؤولين. أنا معهم للمياومين فرض خندق. القضية ينلقى لها حل بأسرع وقت ممكن لأنه إذا ما التقى حل هالقضية رح تتفاقم ورح تودي بما تجري به الأمور إلى شل عمل مؤسسة كهرباء لبنان واللي نحن ما بنتمناه. بقى بتمنى على كل المسؤولين ياخذوا هالقضية على محمل الجد. افتتح رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس معرض مسيحيو الشرق ألف سنة من التاريخ الذي يقيمه معهد العالم العربي في مقره في العاصمة الفرنسية. وبعدما اطلع الرئيسان عون وماكرون على كيفية تبدل الشكل الخارجي للمبنى وفق التقنيات الحديثة، رافق رئيس المعهد الرئيسين إلى الطابقين الأول والثاني حيث استعرضا الأقسام الرئيسية للمعرض، ثم انتقل الجميع إلى الطابق التاسع حيث تمت دعوة نحو 200 شخصية لبنانية وفرنسية من رجال دين وعلم وثقافة وتاريخ لحضور الاحتفال. الرئيس الفرنسي نوه بعلاقة فرنسا التاريخية بمسيحي الشرق وقال إن فرنسا كما فعلت دوما عبر التاريخ ستواصل حماية مسيحي الشرق، وهي ستفعل ذلك لإظهار دورهم وحماية مكانتهم في تاريخ المنطقة. الرئيس عون من جهته قال إن رسالتنا أن نحافظ على هذا الحضور المسيحي في دول المنطقة مهما بلغ الثمن، من أجل الحفاظ على احترام حرية المعتقد والرأي والتعبير والحق في الاختلاف. دعونا لا نضع الظلم والظلامية يجتاحان أرض المسيح. تصوروا للحظة الشرق من دون المسيحيين. شب حريق فجرا في كافيتيريا قصر العدل وقد أتى على محتوياتها بالكامل، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني، وتولى مخفر درك النبطي التحقيق بالحادثة، ورجح أن يكون سبب الحريق احتكاك أسلاك كهربائية. استشهد صباح اليوم شاب فلسطيني بعد تنفيذه لعملية إطلاق نار شمال غرب القدس أدت لمقتل 3 من جنود الاحتلال وإصابة آخر. وقالت مصادر إعلامية عبرية أن الاحتلال أطلق النيران باتجاه شاب فلسطيني استشهد على الفور بعد تنفيذه عملية في مستوطنة هاهدار شمال غرب القدس المحتلة. وبحسب بيان لشرطة الاحتلال فإن العملية التي نفذها الفلسطيني قتل خلالها 3 جنود، وقد فرضت قوات الاحتلال حظرا أمنيا ودفعت بتعزيزات عسكرية في المنطقة. وبشأن المعلومات الأولية عن منفذ العملية وفقا لمصادر الاحتلال فهو شاب يبلغ من العمر 37 عاما من بيت سوريك، متزوج ولديه 4 أولاد. ونشرت صحيفة هآرتس تفاصيل عملية إطلاق النار وأوضحت أن منفذ العملية ترجل قرب أحد البوابات التي كان يتواجد جنود من حرس الحدود بالقرب منها، وباغتهم بإطلاق النار من سلاح رشاش وثم قام بطعن الجنود، وأن الشاب كان يصرخ الله أكبر وهو يطلق النار ويطعن الجنود. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وعودة إلى زميلة نانسي السبع وضيفها. شكرا ميشا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، واجدد ترحيب بضيفي سلاح حنين النائب السابق والدستوري. دكتور حنين، بدايه من موضوع الطعن بالمجلس الدستوري، حضرتك عندك راي يمكن مغاير وقرات الطعن بطريقه مغايره قد تصل الى عدم تاييد تفنيد الطعن المقدم للمجلس الدستوري، ليه؟ رح أقولك. خليني بالأول إذا بتسمحي أوضح نقطة صغيرة، إنه أنا بالنسبة لي غير موافق مع موضوع السلسلة وموضوع الضرائب، غير موافق بهالظرف وبهالحالة وفي هالوقت بالذات، حيث الوقت بدك تعملي السلسلة ترتب رواتب، بدها سياسة اقتصادية عامة، بدها سياسة مالية عامة، بدها سياسة عامة لإعادة تطوير الإدارة وهيكلتها عن جديد. ما فيك تعملي سلسلة ترتب رواتب وقت اللي ما عندك أبدا نمو، وقت ممكن إحداث تضخم من بعضها، يعني بيعطوك هالقد بس بيرجعوا بيشرحوك هالقد بطابع الحال،
ولا يجوز بهالفترة إرهاق الدولة اللي صار عليها فوق ال 77 مليار دين، ولا يجوز إرهاق القطاع الخاص اللي هو هذا القطاع الخاص هو بالأساس يعني حل محل الدولة كل هالسنين من أيامات الحرب لليوم، بمعنى هو بيوظف وهو اللي فعلا عم بدخل ميل إلى القطاع العام. طيب إذا بهالحالة خليني أقول كأكون واضح، أنا ضد سلسلة الرتب والرواتب والضرائب بهذا الظرف. يعني تعتبر انه حضرتك ضد كنت قرار سلسله؟ صحيح. انت حضرتك بسؤالك كان سؤالك تماما محله، عم تقولي الخطا خطأين، في خطا من قبل السياسيين بالاقرار في هذه الطريقه. ليش حس اولا معلي بوسع شوي هالنقطه وبنرجع لنقطتك. اولا العالم مشوش كثير اليوم، بدل ما انت تزيدي ضرائب، اذا انتبهتي على موضوع الكهرباء، انت بالكهرباء عم تخسري تقريبا مليارين، فيك تربحي مليارين. اذا انتبهتي على موضوع المرفأ والمطار يلي حتى بالمجلس النيابي انحكى انه في بالمليار ونص عم بيروحوا تهريب. صحيح. اذا انتبهتي لموضوع الانترنت اللي انت اذا بتسرعيه هيدا بيظهر قطاع تقريبا مثل قطاع الغاز، يعني مزبوط. في ميل هايل، بس بدك تنتبه انت تكوني اجور مع غير البلدين. إذا بتهتمي بموضوع مخالفات الأملاك البحرية مش بالرسوم كما مرة دفعت عنها أنا بالمجلس، ما بدنا رسوم، حيث الرسوم بتشرعن الأملاك الأملاك البحرية المخالفات. لسه مقدم فيها طعن مزبوط كمان الرسوم اللي أقرها مجلس النواب. اليوم لازم يكون في غرامات، ليه؟ حيث الرسوم صحيح بتفوت ميل على الدولة بس بتشرعن الغرامات، بتضلها تفوت ميل على الدولة طالما المخالفة قايمة، يصطفي صاحب المخالفة بده يخلي بيدفع غرامة، بده يلغي الغرامة، بده يهدم، وهيدي ريترو أكتيف، يعني بترجع لوقت إنشاء المخالفة. طيب عندك موضوع الإيجارات، إيجارات الدولة، الدولة اللي بتدفع أموال هائلة تستأجر وبتأجر بأموال ضئيلة، هيدي اليوم وقت اللي الدولة بتقدر تعمر بأجار 4 سنين، ليه ما بتعمر بأجار 4 سنين ومنصفي بعدين ما بقى عم ندفع؟ طيب. وعندك موضوع الجباية الشاملة، كمان مهم إنه نعرف إنه الجباية لازم تكون شاملة، هيدا مبدأ دستوري، الضريبة بدها تكون شاملة على الجميع والجباية بدها تكون شاملة على الجميع. طيب أنا وقت اللي بس حضرتك عم تحدد لنا هدول النقاط لتقول لنا إنه من هون ممكن التمويل 100%. صحيح. طيب. ستنا يعني اليوم المواطن ليه مشخشب؟ أولاً عم بحس إنه الدولة، شفتي هولي اللي عدت اللي كني هولي، أولاً ما بقعد عندك عجز أبداً، بصير عندك فائض، يعني بتبلشي أنت، يعني إذا عملنا هدول بصير حضرتك تأيد قانون السلسلة. إيه 100%. يعني عم بتقول أنا لا أؤيد طالما الربط هو بقانون من الضرائب بده يعمل مزيد من التضخم 100%. بس بهيك حالة تمويل وموارد أخرى لتمويل السلسلة طمع. خليني أقول أنه أنا مع أنه الشخص اللي بالإدارة يندفع له بشكل جيد وساعتها بترقبيه مظبوط. هلأ حتى يندفع له بشكل جيد، يعني دائما في السياسي كان يقول الإدارة بدها تكون مثل الساعة، صغيرة ودقيقة، ما ضروري تكون فضفاضة ومنها دقيقة. اليوم مشان هيك قلت أنا السلسلة بدها تكون ضمن إعادة هيكلة كمان للإدارة. أنا مع إنه بالإدارة يكون محترم كلياً، ما هيك؟ هسا هيدا بالإنجليزي بسموه سيفل سيرفنت، يعني هيدا بده يخدم الناس، ومن الطبيعي يخدم الناس ويكون قادر يكفي حاله ويكفي عيلته. إنما هيدي بدها هيكلة عن جديد، وهيدي بدها يكون في أموال، وهيدا حق، وحق أنا ما عم بقول هيدا مش حق، إنما بهالمرحلة هالموظف اللي رح تزيدي له هالقد بس رح يرجع يدفع بالتضخم هالقد ضريتي، بالعكس ضريتي وضريت الباقي. الدولة هون بالشيء اللي حضرتك، برافو عليكي، هون بالشيء اللي حضرتك دليت عليه، في خطأ كبير للسياسيين، الخطأ للسياسيين إنه في مال موجود ما بدك غير إنه تنظميه حتى تفوتي وردت عدت. طيب هون ليش ما بيصير؟ يعني اليوم السياسيين عم بفرجوا انه هن كانهم ابطال، بدهم مثل ما بيقولوا انه خلص مقصر رح يطال المصارف، على اساس الناس كانه عندها انتقام من فكره المصارف، علما انه بمجلس النواب وبمجلس الوزراء كم من المصرفيين وكم من اساسا حمايه لهؤلاء المصارف، ما كلمه حيتان المال طلعت على السلطه اللي هي سلطه سياسيه مؤلفه من مجلس النواب ومجلس وزراء، ما طلعت على فقط مصارف، يعني صارت عندنا السلطه من رؤوس الاعمال ورؤوس الاموال مثل ما بسموهم. تبني غلطانه، وقت اللي المال بيتحد مع السلطه
هيدي ديكتاتورية بتصفي المال والسلطان. نحن اليوم واقعين في لبنان مع الأسف والأسف الشديد ومع احترامي للجميع أنه وقعونا تحت ديكتاتورية المال والسلطة. بس يتحد المال مع السلطة خلص. يعني هو منه حرص على فكرة أنه اليوم الضرائب لأنه بده يطال المصارف. يعني صار مثل ما بيقولوا القصف على المجلس الدستوري أنه هو بده يحمي المصارف. طيب ليش السلطة السياسية ما بدها تحمي المصارف؟ هلا أنا خليني أقول وين الخطأ. حس هيدي إذا بدك فيها أبعاد، يعني أنا بالنسبة لي ما عندي معطيتها. هلا رح أقلك وين الخطأ، بس تبلش أقلك انه حس انت قسمت سؤالك حق معك جزئين، انه الخطا خطأين. بعد ما حكينا عن الغاز، عن موضوع الغاز هيدا كله جيبي، يعني انا بهالمواضيع اللي عددتون بس تيعرف المواطن انه مش بس من مبعود عنا عجز، بصير عنا فائض، بصير عنا فائض كبير، وبتصفي انت بهالفائض عم تدفعي كمان، بتكون عم تدفعي كل فوائد الدين اللي هو ضخمة، وبلشت حتى انه تدفعي من الدين. يعني انت دينك مبعود له قيمه. طب ليه ما بيلجؤوا لهم هدول المزاريب يا ستنا؟ ليه اليوم العيله مستيئه؟ هيدا السؤال الاساس. عندك امور، يعني مثل واحد عنده كنس حده ما بده غير يسعى يتعب حاله يوقف ويمشي على هالكنس. بس ما هدول القصص اللي حضرتك عددتهم مش بلجنه المال والموازنه كمان معددين، اللي هي مفروض تكون المطبخ لإقرار القوانين المالية إذا بدنا نقول. طب ليه ما بيقدر؟ هيدا السؤال يا ستنا، شفت هالسؤال؟ شفت وقت اللي بنحكي هيك ما بتحس حالك مدبوحة من جوا؟ أنت ما بتحس حقوقك مهدورة؟ ما بتحس إنه بلدك رايح على انهيار غير محق؟ حس بلد غني، هيدا البلد ستنا صار له 75 سنة بينقصف وبيتدمر وبينسرق وبينهب. 75 سنة وبعده واقف على إجري، ليكي قد إيه عنده مناعة. بس خلص كفى، اليوم العالم ما بقى بدها هي عيونها فتحة تشوف انه عنا غنى، عنا ثروات، ومش عم نقدر نحن هالثروات نستفيد منها للاجيال المقبله تنرجع نهتم بمجتمعنا. بركي هيدا هو الطريق اللي رح يلزم مجلس النواب الى السير عليه من بعد طعن المجلس. لا الدستوري. هلا رح ننتقل للطعن اذا سمحتي. رح ننتقل للطعن. الشق الاول كنت اقول انه انا مش وافق وين الخطا، انما اذا بدنا نحكي بالقانون وبالدستور بدنا كمان نفند اللي صار هون. بما يختص بتعليق المجلس الدستوري على هذا الطعن، في شغلة صحيحة وشغلة دستورية تماما، انه التصويت ما صار بالمنادات. رح اختصر لك اليوم هيدي شغلة بالدستور، هيدي مادة دستورية. طبعا النظام الداخلي للمجلس النيابي بيرجع بفسرها. انت وقت يعرض قانون على الهيئة العامة في المجلس النيابي، قانون بيكون اوقات 30 40 50 بند، بيمرقوا على البنود واحد واحد، حس بده يرجع بيكون تناقش بلجنة الإدارة والعدل وغيرها، يمكن المالية وغيرها، بده يتناقش بالهيئة العامة. بيمرقوا على هالقانون بند بند، طبعا بس يمرقوا بند بند، مش كل مرة بدهم يصوتوا بالمنادات ولا بقول لك شو المنادات، بصفي رئيس المجلس بقول لهم موافقين، بيرفعوا بالأيدي، بشوف هو إنه الأكثرية موافقة، بقول صدق هذا البند، بصير يمرق من بند لبند موافقين بالأيدي لحد الأخير. إنما الدستور بيقول إنه وقت بده يقر القانون بمجمله برمته بصفي بالمنادات، يعني بدك تقولي اسم كل نايب بنايبه، فلان الفلاني بده يقول على الميكرو مع أو ضد، فلان الفلاني مع أو ضد، بده يتصوت وبيكون الأمين العام عم بيسجل الأصوات بالمنادات، يعني كل واحد باسمه. ليه؟ وسؤالك مهم، حتى النواب يتحملوا مسؤولية. تقلك ليه؟ قدام الناس. أها، حس في نواب بخبروا أخبار قدام ناخبينه. هذا اللي صار. تماما ستنا، ما هيك؟ في نواب بخبروا اخبار قدام ناخبينهم، بيعملوا عرض عدالات قدام ناخبينهم، ما حدا بيعرف مين رفع ايده ومين ما رفع. برافو عليك. انما شو بيعملوا؟ عكس اللي قايلينه لناخبيبهم لاسباب واسباب، يمكن حس بينتموا للكتله والكتله هيدا قرارها او شيء. اذا بيتلبكوا انه بكره حس، ما هيدا كله مراقبه كشخص سوف يتم محاسبته. صحيح، برافو عليك. انت اذا انا واعدك انه لا محقه ستنا نسيب هيدا الموضوع وراح فوت انا صوت مع او ضد وفتت صوت عكس اللي قلتي ليه بدك تنهرت لي ولو شو عملت ضحكت علي. اذا المنادات هي كمان تحمل مسؤوليه، انه كل واحد بالمنادات بالاسم بده يقول انا مع او انا ضد. هيدا مبدا المنادات. طيب هلا هيدا المبدا مخالفته يسقط قانون؟ رح يعني اذا ما في كل الاسباب الاخرى الموجبه، رح اقول لك لوحده بسقط قانون؟
حسب بالدستور. يعني هيدي مخالفة صارت دستورية، صحيح مخالفة بالشكل، إنما مخالفة دستورية بالشكل، ولو بالشكل مخالفة دستورية حسها موجودة بالدستور. بس هيدي إلها علاج، ما هيك؟ هيدي أولاً مفروض يعني رئيس المجلس يكون منتبه لها، ما هيك؟ ومفروض النواب من جوا اكثر من واحد لا يطالبوا انه لا لازم تكون بالمناديه، وهيدا اللي صار، وهيدا اللي صار، بس كان لازم يكون في هرج اكثر على مطالبه اكثر بالمناديه. هلا هيدي تعتبر كانه يعني رئيس بري منه مثل ما بقولوا ابن امبارح، انه ابدا يعني مش مخالفه دستوريه، ممكن تكون يعني مثل البعض قال كانه فتح الباب يعني ليكون هنالك اسباب موجبه بالطعن. احتمال، بس انا احتمال، بس خليني اقول انه هيدا السبب انا برايي سبب موجب، السبب صحيح في الشكل انما هو في الدستور. هلا بس هيدا السبب له حلي، له حلي، بيقدر يقول المجلس الدستوري تصوت على هذا القانون بالاخير، ما تصوت عليه بالمنادات، تصوت بشكل غير دستوري، اذا نحن بنطلب انه يستردوا المجلس ويرجع يصوت عليه بالشكل الدستوري بالمنادات. هيدا له حل، وحله سهل، ويرجع يتحمموا الشباب بالمجلس النواب مسؤوليتهم كل واحد وحده. طيب اذا بس تبلش اقول انه هيدي النقطه طيب فيها 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 حق، بس تنمروا نمروا على النقاط الاخرى وهون بالمضمون، وهيدا المهم. بالمضمون في ماده اساس بالدستور هي الوحده، الماده 81 اللي هي لها علاقه بهالموضوع. شو عمل المجلس الدستوري؟ المجلس الدستوري شمل يعني او ربط بقراره بين كلمه قانون شامل والموازنه، انه هو اعتبر انه القانون الشامل هو الموازنه، وهيدا خطا علي بس فادح، حيث الجمله رح اقري لك اياها، والجمله ما فيها فاصله، جمله وحده، يعني لا اله الا الله كلهم بفرد جمله، ما في تفكي قسم عن قسم. بتقول مادة 81 وهي الأساس في هذا الموضوع: لا يجوز إحداث ضريبة إلا بموجب قانون شامل، وبتكفي الجملة، تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء. إذن كلمة شامل تعني يعني تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء، مش حسنا شامل للأراضي اللبنانية مش شامل تجزئة الضريبة. تماما، يعني انت ونحن الاساس من البرج، ما هيك؟ اذا بكره عملوا قانون ضريبي يطبق على كل لبنان بس مش على برج البراجني، هيدا خطا، ما هيك؟ على كل لبنان بس مش على الكسروان او مش على جبل لبنان او مش على الجنوب او مش على الاكار، هيدا خطا. الضريبه بدها تكون والجبايه بدها تكون الضريبة. هيدا يعني شامل، شامل مش يعني له بده يكون بالموازنه. هلا شو صار اليوم؟ اليوم صار انه المجلس الدستوري منع، والشهر الكارثي الكبير منع باللي يقول عم بيقولوا المجلس النيابي منعه انه يقدر يعمل ضريبه بقانون عادي، وهو الشموليه. كيف منعه يا مدرب؟ هو اولا القانون شامل، هو القانون مزبوط. بأساسه شامل. شو القانون؟ القانون يعني بيطبق عليك وعلي، يعني انت وانا بنوقف على الاحمر وانت وانا بنمشي على هيدا القانون الشامل. بقى ان كانت موازنه هي قانون شامل، وان كان قانون هو قانون شامل، وقانون السير قانون شامل، وقانون كل قانون كل قانون قانون شامل. طيب هو اجى ربطها بالموازنه، وهيدا شيء غير صحيح، حيث ساعتها عم يحرم المجلس. بس الناس اكثر نوضح، حضرتك عم تقول انه المجلس الدستوري اعتبر انه اي ضريبه لا يمكن ان تكون الا من ضمن الموازنه بهيدا بهي القراءه. ايه هو يعني ما بقى فينا نصدر ضرائب من خارج الموازنه؟ هيدا اللي عم بقوله، هيدا اللي عم بقوله. ليك هالخطا الفادح كيف ليش هيك قرر؟ بدك تساليه لإله. انا هو هون يمكن مش خطا، يمكن هو بالنسبه له لانه في سلطه تمادت بان تجد الانفاق من جيوب المواطنين، لابد من وضع حد لها انه بدك تنفق إيه؟ فليكن من خزينه الدوله. لا رح احكي لك، هو ربط للسلطه اكثر من انه يمكن ضرب للقوانين. ليكي المجلس الدستوري هو بس يتقدم طعن امامه بيبحث بدستوريه القانون. يعني اليوم بيقدر يكون انا قلت لك هالقانون عاطل كله، اذا بدك سلسله رواتب والضرائب اليوم عاطل، وفسرت لي المجلس الدستوري ما له يبحث اذا عاطل او ما غير عاطل، مش هيدي شغلته. المجلس الدستوري بيبحث اذا دستوري او غير دستوري، بيقدر يكون قانون يكون دستوري وعاطل،
بس هو له يبحث هي بدستوريته. بس هون دكتور صلاح في قراءة يعني اللي هو الرأي، البعض يقول انه قبل ما نوصل ننط على النقاط الباقية تاني مادة بالطعن بقراءة المجلس الدستوري والتبرير لقبول الطعن بيقول فيها انه الانتظام والضبط اللي هو بالنفاق بالإنفاق لا يتم إلا من خلال موازنة سنوية تتضمن واردات ونفقات لسنة قادمة، كأنه هو هون عم بيقول أنا مش عم بدرس طعن عادي، عم بدرس بسلطة فقدت شرعيتها كسلطة يعني جباية وفرض ضرائب من 11 سنة. هيدا الشيء يعني هون ليش فات على هيدا الموضوع لحل. اللي هو ضرب صميم مجلس النواب، عم بيقولون أنتو صار لكم 11 سنة عم تجبوا 12 سنة كمان من دون حق وجه حق مزبوط؟ ستنا ليش بده يفوت فيها ستنا. هيك؟ هيدي 100% ورح فسر لك، بس هو ما مطعون هلا بهيدي ما مشان هيك يمكن هو عم ببرر انه كأني انا لا. امام سلطة غير قادرة اساسا لا. على انه توضع ضرائب. هذه السلطة تحاكم من قبل الشعب، هذه السلطة بس حكم اليوم المجلس الدستوري. لا ما بيقدر، هو المجلس الدستوري بده يحاكم بدستورية الأمر. يعني أكيد 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 إنه عدم إنتاج موازنة كل سنة هو عمل غير دستوري بالكل. طيب حكماً هو هيك عم بيقول بس, بس هو مش هيدا اللي مقدم قدامه يا ست نانسي، المقدم قدامه قانون ضريبي مطعون فيه بأسباب. ما هو مشان هيك رجع للأصل، عم بيقولوا أنتم ما بحق لكم كسلطة تحطوا ضرائب أساساً، تجبوا ما بحق لكم، عم ترجعوا تفرضوا ضرائب جديدة، يعني رجع للأصل. هيدا كله بس لا هيدا كله بالسياسة وبمنطق الدولة وحق معك وفي الندنة. بس لما حضرتك كدستوري بدك تدرس قدامك اليوم وصلنا لهون، ما بدك ترجع لتاريخ هذا هذه المخالفات مثل ما هو اللي رجع للأصل. أنا بدي أرجع لأكثر من الأصل كمان، بس أنا هيدي مجبور أرجع بالسياسة. يعني كيف بدي أرجع بالسياسة؟ أولاً خلي الناس اليوم وقت بكرة في قانون انتخابات ترجع تحاسب على أساس القانون انتخابات وما توصل اللي وصلوها لهون. واحد. اثنين، النواب اللي منتخبين من قبل الشعب هن بدهم يفوتوا ويطالبوا ويصححوا الإطار باللجان وبالهيئة العامة وبمطالبة وبمراقبة الحكومة. أكيد أنا ما عم بقول لك عن الموضوع، ما بلشت فيه الموضوع السياسي خطأ كله الموضوع مش دستوري عم تعتبره. يعني اليوم المجلس الدستوري هيدي دعوة أساسا مرفوعة من الرئيس حسين الحسيني قدام مجلس الشورى الدولي، فكرة أنه هذه دولة لا يحق لها أساسا أن تجبي ضرائب، فكيف بأن تضع ضرائب؟ كأنه اليوم المجلس الدستوري نظر بهذه الدعوة اللي عم بقلك عنها. صح، الرئيس حسيني له حق يعمل اللي عملوه، برافو عليه، وبيطعن أمام مجلس الشورى، حس في خطأ بين الدولة ومعاطاتها مع الناس. صحيح، وهذا كله صحيح. انت بكل بس المجلس الدستوري ما بحق له يقول انتم دوله بلا موازنه، ما بحق لكم اساسا تكملوا العمل. المجلس الدستوري ما بيقدر يبتدع هو ما بيقدر يبتدع هو اسس دستوريه جديده. الدستور موجود، هو بيقول لك هل العمل اللي انطعن فيه دستوري او لا. من دون ما تقرا اذا هي السلطه دستوريه او لا. هي يعني السلطه كلها مش دستوريه حبيبتي. انا رح بلش لك من وين منا دستوريه. اولا من وقت التمديد للمجلس الدستوري لا ما نظر فيه أساسي. اولا من للمجلس الدستوري ما برر التمديد. اي مجلس دستوري؟ باول مجلس دستوري بلبنان كان مجلس على مستوى لي وقت كان في الانتخابات البلديه ومددوا للانتخاب البلديات، قدم طعن والمجلس الدستوري قال التمديد للمجالس البلديه هو غير دستوري. هيدا القرار الصحيح، هيدا اللي انا بتكل عليه. رح اقول لك من ايمتى اذا بتسمحي لي الدوله غير دستوريه. التمديد الله يرحمه للياس هراوي غير دستوري. انتخاب اميل لحوت حس كان بعضه قائد جيش ومستقل قبل سنتين غير دستوري. التمديد لاميل لحوت غير دستوري. انتخاب ميشيل سليمان غير دستوري حس كان بعضه قائد جيش. التمديد للمجلس نيابي غير دستوري، ما كله غير دستوري. ومين عم بغطيه؟ مين عم بغطيه؟ من المجلس الدستوري وقت اللي انطعن امام هالامور ونحن بني اللي طعنا امام هالقانون هو يلي كان عم بغطي كل هالمخالفات. نحن بالسياسه يلي عم بتقولي ما بدي روح لعنده، بدي روح لوراه كمان 10 كيلومتر و1000 كيلومتر. انا هالشيء بقوله كل يوم وكل نضالي انا اليوم بالسياسه تقول انه كل هالسلطه وصلت الى درجه الانهيار بالاخلاقيه وبالطموح السياسي الصحيح بالنسبه لاستنهاض الوضع بلبنان وبتدميرها للبيئه وبتدميرها للمجتمع. انا هذا وبعدم عمل الامور اللازم حتى يفوت ميل على الخزينه
بالبادجت حتى نقدر نصرف عن كله هيدا 100%، بس هيدا له علاجه. المجلس الدستوري يشرف بالاول يقول لي انه التمديد للمجلس النيابي غير دستوري، يشرف يقول لي هيك حتى انا اقول لك والله ايه ممكن. اولا المجلس الدستوري منه سلطه عم بتحاكم بالسياسه، المحاكمه بالسياسه انت وانا بنعملها، مش انت وانا شخصيا، انت وانا كمواطنين. انا ادعو الناس الى المحاكمه بالسياسه، وبدعي النواب اللي بكره ان شاء الله منتخبين من الناس عن حق وحقيق كمان يطالبوا الحكومه بالسياسه، ونرجع لجسور الامور بالسياسه. المجلس الدستوري له وظيفه، بس تتقدم له الوظيفه عم بيخطي فيها، صار خاطئ بكل هالامور اللي قلت لك اياها، واليوم هون عم بيخطي بالقراءه الدستوريه، يعني اذا قال بدنا جبايه وين ما كان غلطان، مش غلطان، بس هلا هيدي العلاقة بدورنا، وهو دوره يبحث بدستورية هذا القانون. رح تابع معك بهيدا الموضوع، بدستورية هذا القانون، وهو ما مصير القانون النافذ اللي هو قانون سلسلة الرتب والرواتب. شو المخارج؟ الناس اليوم ما بقى بيعنيها يمكن شو اللي صار، بيعنيها شو اللي بده يصير. مثل ما بقولوا في رواتب أيلول، في قانون نافذ اسمه سلسلة الرتب والرواتب، يعني ما حدا عارف كيف بدأ أساساً تتصرف الدولة اللي بتتفاجأ بالقصص دائماً. لكن اسمح لي أن أعود إلى زميلتي ميشا وما اخترته من الصحف. إليك ميشا. شكرا نانسي، واهلا بكم من جديد. مواضيع مختلفه وعده نتناولها في جولتنا اليوم على الصحف، وابداها مع صحيفه النهار. الازمه الى مخرج وحفاوه فرنسيه بعون. يعقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائيه الثانيه ظهر اليوم في السراي لتقرير وجهه المعالجات الحتميه اللازمه الناشئه والتي شلت معظم القطاعات الرسميه والاداريه والتربويه بفعل الاضراب العام والذي يستمر اليوم. علمت النهار أن وزير المال علي حسن خليل أعد اقتراحا سيقدمه إلى مجلس الوزراء، وهو انكب طوال أمس الاثنين مع فريق عمله في وزارة المال على إعداد هذا الاقتراح الذي يقوم على شقين متلازمين. أولا، يباشر وزير المال دفع رواتب الموظفين هذا الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة، بعدما أنجزت دوائر الوزارة بناء على توجيهاته هذه الجداول، وبعدما باتت المالية جاهزة لعملية تحويل الرواتب الجديدة. ثانيا، تقدم الحكومة مشروع قانون بالتعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين 11 و17 في قرار الطعن، بما يحفظ الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، ولا سيما منها الضريبة على المصارف، وتذهب الحكومة به إلى المجلس لطلب إقراره. وفي الموضوع عينه، إنما مع صحيفة اللواء، أبدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ارتياحها لخطوة وزير المال علي حسن خليل بدفع رواتب الموظفين على أساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وتوقعت المصادر أن يتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا ضمن هذه الروحية تريح الشارع. وكشفت هذه المصادر عن حركة اتصالات ومشاورات كثيفة جرت بعيدا عن الإعلام من أجل الوصول إلى حل للمأزق المالي. وتساءلت المصادر عن سبب تمسك وإصرار النقابات بالنزول إلى الشارع والقيام باعتصامات وتظاهرات قبل معرفة القرار الذي سيتم اتخاذه خلال جلسة مجلس الوزراء، ودعت إلى التروي وعدم التصعيد وعدم استغلال الشارع. إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى أن خيار تعليق السلسلة إلى وقت محدود جدا وإرسال مشروع قانون جديد للضرائب معدلة ريثما يتوفر التمويل للسلسلة بصورة دائمة لتجنب الخطر اليوناني. ومن اللواء أنتقل إلى الأخبار، وتصريح للوزير خليل: لم يعد بإمكان أحد التراجع عن السلسلة. شدد وزير المال علي حسن خليل في حديث للأخبار على أنه لم يعد بإمكان أحد التراجع عن سلسلة الرتب والرواتب، إنما يجب أن يتركز العمل الآن على إعادة إقرار الضرائب بعد أخذ ملاحظات المجلس الدستوري على القرار، وهو ما عملت عليه الوزارة وما سنقدمه اليوم في جلسة مجلس الوزراء. وكان خليل قد عقد اجتماعا طويلا في الوزارة أمس مع المختصين لإعداد جداول الرواتب على أساس السلسلة الجديدة، وكذلك لتعديل القرار الذي أبطله المجلس الدستوري، وتعديل المادة 11 المتعلقة بالأملاك البحرية والمادة 17 المتعلقة بالضرائب على المصارف، وتقديمه كاقتراح قانون إلى الحكومة لرفعه إلى المجلس النيابي. وأيضا مع الأخبار، إنما في موضوع مختلف، معارضو لقاء باسيل المعلم إخراج الحريري ومخاوف من اغتيالات وحرب. لم يطوى ملف لقاء نيويورك بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري جبران باسيل ووليد المعلم، وسط معلومات عن أن المقربين من الرئيس سعد الحريري يضغطون عليه ليتخذ موقفا
وسط تعبيرهم عن مخاوف من أن يكون ما حصل مقدمة لإخراج الحريري واشتعال الجبهة الداخلية وعودة موجة الاغتيالات. من السذاجة الحديث عن احتمال طي لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك بحجة الحفاظ على الاستقرار الداخلي، فما قام به وزير الداخلية نهاد المشنوق من امتناعه عن السفر مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى باريس وكيفية وصفه لقاء نيويورك ليس سوى غيض من فيض مما يدور من أحاديث في أوساط شركاء التيار الوطني الحر في الحكومة وتحديدا أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري والقوات اللبنانية. تقول المعلومات أن الحريري لا يمكن أن يقبل في شكل قاطع أي مبررات لهذا اللقاء، وأن المقربين منه يحثونه على اتخاذ مواقف رافضة علنا لتصرفات وزير الخارجية وعدم الاكتفاء بتجاهله وعدم التواصل معه، محذرين إياه من أن استسهال التعاطي مع باسيل وصرف النظر عن لقاء مع وزير خارجية النظام السوري سيفتح الباب أمام خطوات أخرى تجاه الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يتحملها الحريري وتيار المستقبل داخليا وإقليميا ودوليا، علما بأن الحريري يحاول في الآونة الأخيرة قبل زيارة موسكو وبعدها إمساك ورقة العلاقات الدولية والظهور بمظهر صاحب القرار أيضا في رسم سياسة لبنان الخارجية. وبحسب المعلومات أيضا فإن المقربين من الحريري يضغطون عليه مستخدمين عبارات نافرة من زاوية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأن ما يقوم به باسيل يمس في صورة مباشرة ملف الاغتيال. وفي الختام أبقى مع صحيفة الديار وتحت عنوان الافتتاحية احتفاء باريسي بعون وفرنسا تشجع لبنان على الحوار مع دمشق. تشير أوساط التيار الوطني الحر إلى أن حديث وزير الداخلية عن خروج الوزير جبران باسيل عن مقتضيات التسوية الرئاسية كلام لا معنى له في السياسة، فلبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه والتطورات تفرض إدخال تعديلات على بعض ما تضمنته هذه التسوية دون إسقاطها. ثمة ثوابت داخلية لم يتخلى الرئيس والتيار الوطني الحر عنها ولن يفعل ذلك. وجود الرئيس الحريري على رأس الحكومة يمثل أهمها، كما يعرف تيار المستقبل أن الكثير من الملفات لا تشكل قناعة لدى الرئيس. إذن مشاهدينا، بكلمة رئيس الاتحاد العمالي العام الذي أعلن الإضراب المفتوح يوما بيوم، لوين رايحة أزمة دكتور صلاح؟ اليوم الناس عم بتقول طيب شو المخرج؟ هلأ في معاشات أيلول، شو بده يصير قدام الحكومة ومجلس النواب؟ هلأ في عنا نحن قانونين منفصلين، في عنا قانون السياسي والرواتب اللي هو نافذ، وعنا قانون الضريبه اللي هلا هو ما بقى بيقدر يكون نافذ على اساس ولو عن خطا هلا ردوا المجلس الدستوري. قانون سلسله الرتب والرواتب في مكان ما بما انه اصبح قانون، وقت بيكون في اشياء بالوعود ما بيكون لها قيمه قانونيه، بس وقت بيكون شغله اصبحت قانون صارت حق مكتسب دروع اكي. شو بده يصير؟ اليوم وقت اللي بيصير هالشيء حق مكتسب في طريقتين. ليه هن؟ يا هي بده يرجع يطلع قانون يلغي القانون، واذا بدك ترجعي على المجلس النيابي تعملي قانون يلغي القانون، هسه يلغى القانون الا بقانون، بتكوني اضربتي مبدا الحق المكتسب دروع ما حدا اساسا يجرؤ على فعل ذلك. وثانيا بتكوني فتحتي بالسياسه يعني باب على الهوارة، باب طويل عريض على الهوارة، خصوصا في موظفين إدارة قطاع عام بده يضرب، عم بيقول أنا أضرب مفتوح تماماً. يعني منه سهل تماماً. إذا إلغاء القانون أنا برأيي بغض النظر عن رأيي بكل هالموضوع بلشنا من هيدا مستبعد، هيك بخالف مبدأ قانوني وبده يفتح بالسياسة طاقة للهوى كبيرة. المخرج الثاني إنك ترجع تعملي قانون للضريبة، إنما وين حتى المخرج؟ قصدنا هون قانون لتمويل هذه السلسلة، قانون للضريبة. ما هيك؟ طيب كيف بدنا نعمل قانون للضريبة إذا أنتم إذا المجلس الدستوري قال لا ما فيكم تعبروا عن الموازنة؟ المجلس الدستوري حتى هلا المجلس النيابي بمأزق طويل عريض، بمأزق منه صحيح، عم بيقول له للمجلس النيابي أنت ما بقى فيك تعمل ضريبة إلا من خلال الموازنة، وهيدا مبدأ مش صحيح ولا هو لا يلزمهم بموازنة. هي ما هو مش هيدي شغلته، هو شغلته يبحث بدستور
الدستوريه. مين بيقدر يطعن صار بقانون المجلس الضريئي مجلس انا رح اقول لك هلا رح اقول لك اذا الحل الوحيد انك ترجعي تعملي قانون للضريبه وترجعي يندرس عن جديد، ما هيك؟ حس هيدا كان في شوائب اقل ما يكون في شوائب. هلا المجلس الدستوري حط المجلس النيابي بمقص، عم بقول له ما فيك وهو فيه، شو بده يعمل اليوم المجلس النيابي؟ لمن الكلمه الفصل؟ الكلمه دائما الفصل المجلس النيابي لي بنظامه الداخلي المجلس الدستوري له حق يعمل شغلتين، هيدا القانون، قانون صدر النظام الداخلي بالقانون. لا له حق يدرس الطعون بموضوع دستورية القوانين، هيدا شيء تاني، يعني كل بس يطلع قانون في ينطعن فيه بدستوريته، ما هيك؟ والطعون بموضوع الانتخابات الرئاسية النيابية البلدية، بس بيعمل هالشغلتين. بس المجلس النواب هو الذي يفسر. الصلاحية تفسير الدستور تبقى فقط لمجلس نيابي، وهيدا شيء طبيعي، حيث هو المشرع، ما هيك؟ هو اللي شرع، هو اللي بيقدر يفسر يلي شرعه. طبعا في تواصل بهالموضوع، حيث المجالس متتالية انه دائما في المحاضر اللي هي تثبت كمان المحاضر كيف كان فكر المشرع بهذا الموضوع. طيب اليوم الحل الوحيد انه يطلب رئيس المجلس النيابي يدعي المجلس النيابي الى تفسير الدستور، وهيدي صلاحيته، الى تفسير الماده ال 81 اللي انا برايي اي طالب بالسنه الاولى بالحقوق او طالبه بدها تقراي بدها تشوف انه شامل، ما له علاقه بالموازنه، شامل يعني يطبق على جميع الاراضي اللبنانيه دون استثناء. بدهم يرجعوا يفسروا هالماده ويفكوا هالارتباط الغير دستوري اللي ربطه المجلس الدستوري بين انه قانون ضريبه ما بيقدر يكون الا من خلال الموازنه، بالعكس، ورح اقول لك ليه بالعكس ما لازم يكون يعني غالبا من ضمن الموازنه. اذا بس يفسر بفسر مجلس النواب شو بصير؟ النواب وبيرجع بقر قانون ضرائب بالشكل السليم. هو بفسر لوحده وما بده يرجع على المجلس الدستوري ليقول له بهيدا الطعن. نحن هو ببلغ المجلس الدستوري انه المجلس النيابي فسر الدستور الماده ال 81 بهذا الشكل، ببلغه للمجلس الدستوري وبيرجع بقر قانون جديد هيدا معدل بينتخب عليه، يصوت عليه برمته بالمنادات، ما هيك؟ بتصحح اكثر وبيرجع بكرو، ما هيك؟ كأنه يعني يلغي مفاعيل الطعن بقانون جديد، بقانون جديد بعد ما يكون فسر المجلس النيابي، بعد ما يكون فسر المجلس النيابي الماده 81، ما هيك؟ وبلغ التفسير الماده، حس هو المشرع ببلغ تفسير الماده الى المجلس الدستوري، بيرجع بكر قانون جديد وفق الاصول الدستوريه حتى بالشكل وبالتصوير. بس هم ما بيقعد في جدل بينه وبين المجلس الدستوري، بس ببلغه. ببلغه ايش؟ لانه بيجي المجلس الدستوري بيقول له لا مثلا هيدا ما بنفوت بجدل دستوري. ببلغه يعني. بس المجلس بس مجلس نيابي ليك لولا ما الشغله واضحه لي 100% ما بقول لك. طيب ليه بده يعمل مجلس بحكي دستوري هيك؟ انا عم بحكي بدك تسال المجلس الدستوري، انا عم بحكي دستور مش عم بحكي أكيد. انا قلت لك اخطاء الدوله وانا اول مزبوط. اول مزبوط. واحد بس ليش حضرتك كدستوري ممكن انه مثل ما عم بتقول انه الماده 81 اللي هي تنص على فكره شموليه الضريبه على كافه المناطق اللبنانيه ما معقول اذا عم تقول طالب صحيح. حقوق بيقدر يفسرها ما معقول المجلس الدستوري اليوم يحط يكبل مجلس نواب بشيء ل 11 سنه ما قدر يفك احجيته اللي هي الموازنه، يقول لهم ما فيكم تعملوا ضرائب بقى غير من داخل موازنة، يعني رجعنا فكرنا. برافو عليك، هلا رح برافو عليك، رح احكي لك عن الموضوع. غير مفهوم وغير معقول انه يقيد المجلس. ليه عامل هيك؟ ما بعرف، بس انا رح اقول لك، انا رح اقول لك كانه عم بعاقب مجلس النواب. يعني المجلس النواب لازم يتعاقب والحكومه لازم تتعاقب، بس رؤساء الشباب، بس خلي الناس يعاقبون هن بالسياسه، وخلي المجلس النيابي بكره هو يراقب الحكومه. هل مشان هيك هيدا التصريح اللافت كان للرئيس بري لما يقول مجلس النواب هو الذي يسن القيود دستوريا وليس من تسن عليه القيود الا اذا اصبحت مخالفه الدستور قضيه فيها وجهه نظر، يختم رئيس مجلس النواب نبيه بري
فحكم المجلس الدستوري لم تأتي به الملائكة، شو قصده الشياطين؟ أنا برأيي بهيدا الرأي، أنا بتعرف أنه يعني مرارا وتكرارا ما بتوافق بالرأي مع الرئيس نبيه بري، هون أنا برأيي ما هو حق بمضمون اللي عم بقوله. لكن المجلس النيابي بقوله سيد نفسه صحيح، بس دائما تحت سقف الدستور، انتبه مزبوط. ما في شيء سيد نفسه فوق الدستور، لا رئيس الجمهورية سيد نفسه فوق الدستور، ولا الحكومة سيد نفسها فوق الدستور، ولا المجلس النيابي. إنما اليوم وقت اللي بده أربط هذا التعليق لنبيه بري بهذه المادة، بقول أنا اليوم تعليقه بالمضمون مش عم فوت بالتفاصيل صحيح. ما بيقدر المجلس الدستوري لأي سبب كان، حس هو مكلف بموضوع واحد دستوريات هذا القانون، هو ما بيحكي السياسة، نحن لازم نعارض بالسياسة ونحن لازم نوصل السياسة لمحلها. ما بيقدر بده يحكم بدستورية القانون يستعمل مادة ويخليها تقول عكس ما تقوله. المادة واضحة تماما، ما في يلزم المجلس النيابي الى الابد انه يعمل شغله مش بيضطر يعمل، انه ما يشرع الا من خلال الموازنه. رح اعطيكي بس شغلتين اذا بتامري، بس اسالك كمان وين العرقلي. قبل كل شيء وقت اللي بتجيك الموازنه، بتجي الموازنه 2000 صفحه، وقت كنا بلجنه المال والموازنه تجينا ال 2000 صفحه نقعد نفندها تفنيد طبعا المعنيين يعني بهالموضوع، حيث كل الشيء اللي بدها تمرق لك اياه الحكومه بتمرق لك اياه باللس بكلمه بالموازنه. رح ارجع اعطيك المثل ما علي، وقت اللي كانوا عم بمرقوا كلمه انه رسوم للاملاك البحريه دغري اعترضت حتى نقول لا غرامات وليس رسوم، غرامه وليس رسوم. للامانه كان الاستاذ وليد جملاط وراي بدق لي على كتفي بيقول لي شو يا صلاح، قلت له رسوم يعني خربنا القضيه لابد الابدين، غرامه بيلبط على الطاوله وبقول له يا غرامه يا ما بدنا هالبند يلغى. طيب تتعرف انه بكلمه بس يجيك 2000 صفحه التمرير الكلمات بصير اسهل. اذا في مصلحه بالعكس انه قانون، بس يجي قانون للضريبه يكون اولا هيدا حق ودستوري، ويكون قانون الضريبه لحاله لي اقله عم بتركزي على صفحتين او ثلاثه او اربعه اللي هن، مش عم بتركزي على 2000 صفحه قليل اللي بيركزوا على 2000 صفحه. طيب اذا بالمبدا عم بقول شغله، المجلس الدستوري غير دستوريه ولا غير مصلحه الناس، حسب ال 2000 صفحه بتمرق اللي بدك اياه بسهوله اكثر. هيدا واحد. اثنين، انت بتعرفي انه اولا صرنا 12 سنه وهيدا شيء غير دستوري الف بالالف، مش عم اكيد، وهيدا شغله معترضين عليه، وما في دوله تحترم حالها بتقدر تمشي 12 سنه من غير موازنه اكيد. طيب انما انت بتعرفي انه حتى الموازنه تكون دستوريه في قطع سنوات الحساب. احسنتي ستنا، برافو عليك، في قطع الحساب، ولا تنشر الموازنه قبل قطع الحساب. يعني ممكن انت تدرسي الموازنه قبل قطع الحساب وهيك بالعادة بيصير، وتقطع الحساب بعد درس الموازنة، إنما لا تنشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل قطع الحساب. إذا أنت إذا ما قطعت الحساب أي موازنة غير دستورية. تقطعي الحساب بهالموضوع وقت اللي في فريق من الأفريقاء ضلوا على سنين وسنين عم بيطالب بال 11 مليار دولار، وأنت بعدك فايقة طبعا والمستمعين والمشاهدين فايقين، وقت اللي في فريق طالب بال 11 مليار دولار سنين وسنين، وقت في غيره طالب بغير شيء سنين وسنين وسنين. طيب شو يعني اليوم القطع الحساب؟ وقت اللي عم نجي نحن نقول هيدا ان شاء الله عهد جديد، بده بالعكس يسوي الامور. يعني قطع الحساب يعني يلا غفر الله على ما مضى، وبتروح ل 11 مليار بظهر غير مليارات، وبصفي قطع حساب بفوضى وبدون اي منطق. يعني هيدا اللي بده يوصلون عليه، بده يوصلون لانه ما في قطع حساب وما في اي محاسبه. عم بحكي حديثا للفتره الحديثه، مش عم بحكي لك انا ل 40 سنه لورا. طيب اذا اليوم مبدا انه نعمل نسلق الموازنه، شو عم بفكروا يفوتوا الموازنه على المجلس ويفوتوا هالقانون بالموازنه، يفوتوا يبتوها دغري بالمجلس؟ انت بتعرفي انه الموازنه كنا ندرسها 3 اشهر تقريبا، مزبوط. شهرين ونص بلجنه المال والموازنه، ضل ندرسها
كل تنين وكل أربعة على خمس وست ساعات كل تنين وكل أربعة وميت مناقشة حتى تقطع بلجنة بال والموازنة قبل ما تروح على الهيئة العامة. هلأ شو فكرون يفوتوها سلق على الهيئة العامة الموازنة بلا ما يفوتوها باللجان حصار في حكم من هالنوع ونفوت نخبط على الطاولة ونمشيها كيف ما كان ونمشي قطع الحساب كيف ما كان؟ هيدا هي يعني اليوم إذا عم ننظر لعهد جديد لي يعني بالعكس يكون في مراقبة جيدة في هذا العهد الجديد. هي هي سلق بكرة ما بصير إنه بس تقلك إنه حط المجلس دستور المجلس النيابي بمأزق كبير تفسير القانون لهذه المادة اليوم في المجلس النيابي وإبلاغ المجلس الدستوري ضروري جدا وأساسي. طيب لنختم موضوع السلسلة بس عم بيقول يعني وزير المال في طرح كأنه إنه هو أعد جداول الرواتب بوزارة المال على أساس القانون النافذ اللي هو قانون صح. السلسلة يعني ارتفعت كل رواتب الموظفي الإدارة والقطاع العام ولشهر أيلول. شو بده يعمل هيدا؟ يعني مفروض يكون في موارد مؤمنة من الدولة هون، شو المخرج؟ هو مجبور، هو اليوم في عنده مجبور قانون مجبور يطبقه اليوم. أوكي. وزير المال في عنده فيه بعدين يعلق القانون؟ ما فيك تعلق قانون. مين بده يعلق القانون؟ الحكومة فيها تعلق؟ أبدا، وإلا بيصير في ديكتاتورية اليوم. إنه إذا في قانون بدها تعلقه الحكومة يعني صار في ديكتاتورية. هيدي الديكتاتورية إنه الحكومة لا تحترم القانون، هيدي ديكتاتورية. لا يلغي قانون أو لا يعلق قانون إلا قانون. يعني المجلس النيابي عمل قانون هو بده يعلقه لسنة أو هو بده يرجع يلغي، بده يعلقه أو يلغيه بقانون. وطالما ما علقه ألغيه بقانون، القانون صار المفعول. وزير المالية مجبور يدفع رواتب وفق هذا القانون. طيب بس هون شو بصير؟ هون شو بصير؟ قلتلي قلتلك بده بما أنه إلغاء القانون اولا ضرب للحقوق المكتسبه وضربه سياسيه كبيره، مجبورين نرجع نعمل قانون للضريبه. اذا بده يرجع المجلس النيابي يدعى لتفسير هذه الماده لتبليغ المجلس الدستوري انه حبيبي هيدي الماده هكذا تقول وصوت ما هيك على تفسيرها في هذا الشكل، ويرجع ينعمل قانون ضريبه. هيدا معدل شيء بسيط يتحسن مع التصويت على هذا القانون بالشكل السليم، يعني بالمنادات وقت بده ينقر كله سوا، ويرجع يصدر القانون بهذا الشكل. هيك أنا برأيي بيكون دستوري، بيكون صار فيه شيء يعني دخل يزيد دخل الدولة. بدي أحكي كلمة هون بهذا الموضوع كمان، ما علي. هيدي الطريقة الوحيدة حتى ما نوقع بعجز أكبر، مع أنه أنا كله مش موافق عليه، برجع بقول بس أنا ما نوقع بعجز أكبر. كان في كمان تعليق بهذا الموضوع للمجلس الدستوري. ستنا، هو المنطق السليم لكل نايب يعني فعلا عارف شو مهمته في المجلس النيابي تما أقول رسالته. نحن دايما كنا نفكر وقت كنا بلجنة المال كل ما يكون في شيء بده إنفاق نقول عال بده إنفاق ومحق، إن بدنا نشوف كيف بدنا نزيد الدخل. دائما المنطق الموازنة إنه كل شغلة بدها إنفاق يكون في مقابلة إنتاج في مقابلة دخل، وإلا عم توقع بعجز أكبر وأكبر. هلأ هذا الدخل مش عم بيدخل لهالشغلة، هو عندك صندوق المالية العام، صندوق الدولة، الخزينة العامة، هو صندوق. أنت وقت بتقولي أنا بدي أعمل هالمشروع خلينا نزيد الدخل، أنت عم تقدم دخل بالمطلق إلى هذا الصندوق، وهذا الصندوق عم بضل فيه دخل تقدر يقدر يدفع. مش عم بفوت شيء لشيء، إنما عم بفوت شيء على الخزينة العامة، والخزينة العامة عم ترجع بتوزع. كمان هون يعني اللي نقال بالطعن وكذا غير صحيح. أنت اليوم ما هو هيدا القانون طلع سلسلة الرتب والرواتب وهذا الضريبة طلعت، ما هيك؟ هلأ صحيح بالمنطق انه ربطوا هي بهيدي بالمنطق، حس هو كان لازم يقولوا بده يزيد دخل نفقاتنا، كيف بدنا نعمل دخل اكبر؟ ربطوا مع بعضهم اذا بدك بمنطق الناس، انما بالقانون طلع هيدا القانون وطلع هيداك القانون. واجمالا المنطق السليم دائما مش عيب يقول واحد كل ما بدي زيد نفقاتي، بالعكس الزميه كل ما بدي زيد نفقاتي كل ما بدي زيد دخلي. وهالدخل مش عم بيجي لشيء معين، حس هيدا اذا بدك اولا ما في شيء الدستور بقول اولا ما في شيء بالدستور، بس انا خلينا نقول بمنطق الموازنه العامه المنطق السليم بالعكس بحتم علينا انه دائما الخزينه
ندخلها قبل ما ننفق منها، هيدا المنطق السليم. إذا أنا حتى هون بهالموضوع كمان مش عارف شو هالقصة الكبيرة اللي عم ينعمل منها وقت اللي واجب النواب يأمنوا دخل قبل الإنفاق. بالانتقال إلى بعض المواضيع اللي هي كمان يعني عم تشوفها إنه بذات الوقت عم تتزامن، يعني بالأمس النائب وليد جنبلاط بيحكي عن إنه مثل ما بيقولوا مصاريف السفر، وهو يعني يصوب على نائب الحاكم بس بذات الوقت على السلطة السياسية اللي عم تصرف، يعني عم تصرف بالسفر. وحتى البعض عم بيقول هل يجرؤ أحد على نشر تكاليف سفر الرؤساء اللي هي والوفود المرافقة اللي هي كلها على حساب الدولة اللبنانية، وإنه يمكن بمعادلة بهيدي السفرات اللي صارت مؤخرا في ما يوازي تمويل سلسلة عم ينحكى. هون شو في شيء بالدستور بحد من هيدي المصاريف؟ هيدي بالدستور ما في شيء يعني بهذا الموضوع. الدستور دائما مبادئ عامه، ما هيك؟ بعدين في قوانين الدولة، ما هيك؟ في القوانين وفي احترام الشعب اللبناني. اليوم وقت الشعب اللبناني بمأزق ما بيجي انا بصرف فيرست كلاس على طيران ل 30 و 40 و 50 واحد لاشياء بلا طعمه واوتيلات فيرست كلاس واكل فيرست كلاس وسيارات هنيك. اكيد الدولة اللي بتحترم حالها، ما هيك؟ ما بتترك ناس موظفين اليوم بالشارع، إدارة معطلة، فعلاً يعني عم بيصير أكيد إنه أكيد. أنا قلت لك سلسلة أمور، ما هيك؟ عم بحكي عن سلسلة، وزيد هيدي على الأمور، وزيد غيرها على الأمور، وبزدك قد ما بدك على الأمور، بس أنا تما طول الشرح قلنا ست سبعة ثمان أشياء، هيدي من الأشياء بتنزيد ما بيقدر. يعني اليوم ما في شك إنه أوقات مضطرة تبعتي مدير عام، مضطرة تبعتي نائب، مضطرة تبعتي وزير، رئيس جمهورية أو رئيس حكومة، بس كل هيدا بنعمل افيك ديسانس، يعني بتواضع، يعني على انه هيك باحترام النفس واحترام الاخر. يعني السفر ضروره اكيد، هو السفر مش لشم الهوى بهالموضوع، السفر تتمشي امور الدوله، بيكون بدك تروحي تحكي بشي معاهده او شيء اكيد، بس كله بده ينعمل. اذا لازم يسافر واحد يسافر واحد، ما هيك؟ ما عليه، مش ضروري يسافر 20 واحد معه، مش تنفيع هي تروح معه فلان وفلان 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 وفليتين. اذا اكيد اليوم كلنا محتم علينا نراقب سن الدوله بكل هالمواضيع، وسلسلنا منا قسم، وحتى هيدا بده يكون في شفافيه، مين سافر وليش سافر وشو ساعة بتعرفي برا بقول لك مين سافر وليش سافر وشو ساعات العمل تبعه وشو صرف اذا طلب شغله باكله مش مجبور يطلبها. ايه مفروض نكون متنا مثل بلدان تحترم حالها، نحترم هالمواضيع.